حضر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم إطلاق عملية جديدة قرب خان يونس ورفح في قطاع غزة. قال قصر الإليزيه في بيان إن ماكرون أعرب عن معارضته لأي عملية إسرائيلية جديدة قرب خان يونس ورفح، معتبرا أنها لن تؤدي إلا إلى تفاقم الخسائر البشرية والأوضاع الإنسانية الكارثية. شدد ماكرون على الضرورة الملحة بشدة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة. دعا الرئيس الفرنسي إلى تنفيذ خطة نظير الأمريكي جو بايدن من دون المزيد من التأخير. أضاف الإليزي أن ماكرون أدان بأشد العبارات تشريع استحداث بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، كما شددت الرئاسة الفرنسية على ضرورة إزالة كل العقبات عند كل المعابر لإتاح إيصال المساعدات الإنسانية.